من إقليم تارودانت السيد الحسين آمزال والوفد المرافق له يوم السبت 16 فبراير على افتتاح أول مركز خاص لأمراض الكلي وتصفية الدم بالإقليم، والذي كلف إنجازه 5 ملايين درهم، وتبلغ طاقته الاستيعابية 34 سريرا، ويمتد على مساحة 664.80 مترا مربعا، ويتوفر على تجهيزات تقنية متطورة. اليوم كان الافتتاح والتدشين ديال مركز امراض الكلي وتصفيه الدم وازي ستارودانت بحضور السيد العامل ديال الاقليم، وهو اول مركز خاص بالمدينه اللي تيقدم الخدمات ديال الفحص ديال الناس اللي عندهم امراض السكري، امراض ارتفاع الضغط الدموي، وكذلك الناس اللي تعانون الامراض ديال القصور الكلوي الحاد وكذلك المزمن، وتصفيه ديال الدم. الطاقه الاستيعابيه ديالو هي 34 سرير اجماليه، بدينا باربعه ديال الاسره والان عندنا 12 سرير. بالنسبه للخدمات اللي تنديروا تعتمدوا على واحد الاجهزه او لي جينيراتور اللي هما حديثه، وكذلك لا سال ديال التريتمون دو اللي هي اللي تتصفي الماء، تتصفيه بواحد الطريقه اللي هي حديثه وتعطينا واحد المياه اللي هي بيغ اللي تتمكننا اننا نديرو التصفيه بطريقه مزيانه.